لك ليه، ومحمد عايز احط لك لقطه، وريها لنا يا محمد عشان تقول تعليقك على حاجه. ورينا يا محمد ايه اللقطه بقى يا سيدي اللي انت مجهزها دي. ده ماتش ايه ده بقى؟ ده شبيبه القبائل نهائي كاس الاتحاد الافريقي. ايوه الاسماعيلي والشبيبه نهائي سنه 2000. الكره دي تديهم الكاس. الكره دي في الدقيقه 42. في الدقيقه 42. الله ينور عليك. كنت انت مع الاسماعيلي؟ كان 1-1 في الاسماعيليه ده بركات. كان 1-1 في الاسماعيليه وده خلص 0-0 وهم خدوا الكاس جون بره ملعبهم بجونين. الكره اللي في القائم دي بتاعتك انت؟ اه. يا خرابي. اه ده بمناسبه شبيبه القبائل اللي جايه عشان نتكلم فيها بعد شويه اكيد. شوف 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 جايه فين؟ وانت حطيتها في المكان الصح. هي ما فيهاش توفيق يعني حتى توفيق. بص الكره لو يمكن ردت لمحمد ردت لمحمد صلاح ابو جريشه وهو واقف فين؟ مش متوقعها ما عرفش يسيطر عليها. يعني كانت ممكن تخبط ترجع لمحمد ببطن رجله والجون فاضي يحطها انما هو مفيش نصيب. في اللحظه دي انت فكرت ان انت تحط في المكان الفاضي. هي الزاويه الضيقه كانت فاضيه يعني هو الوضع الطبيعي في كره زي دي ان انت ايه بتسند بتحط في البعيد الجون بيبقى يعني دايما يعني ماسك سدد الزاويه البعيده بتبقى سهله. انما ايه في مساحه وقفت ولعبت الضيقه فاضيه اتحطت مفيش نصيب. لا مفيش نصيب اطلاقا. دي جايه في مكان ودي تخلص الكاس يروح. وبعدين بس ده نصر قلب اسود قوي هو لسه فاكر. وبعدين هنفكرك بالحاجات الحلوه والحاجات اكيد المره. والله. طيب قول لي يا بركات خلاص انت مضيت على بياض خلاص اذا موضوع الامضاء على بياض ده موضوع عادي. بالظبط. ده موضوع عادي. احنا اكيد في الفصل هنشوف النهارده كان في مؤتمر صحفي لنادي الزمالك استاذ ممدوح عباس ومجلس اداره بالكامل بيتكلموا في مش ما هو كل شويه عندنا مشكلة موضوع. لازم نقعد نتكلم فيها كلنا موضوع. لكن عايز اسالك هل جد وانت بتلعب معاه متاثر بالمواضيع دي انت عارفه وحافظه؟ والله كابتن مدحت حاسس ان برضو ممكن يكون موضوع شغله شويه. شغله ها؟ يعني مش مركز ده في الكوره الماتش اللي فات ناحيه اليمين لو تاخد بالك منها. لا هو بغض النظر عن الكوره يا كابتن يعني حتى يعني هو بغض النظر عن الكوره تحس ان هو ممكن يكون ذهنه شارد شويه يمكن انا ما اتعاملتش مع جده من خلال منتخب ولكن شفنا طبيعته كلنا كنا قاعدين وبنتفرج معاه وشفنا اما جه وتمارينه واندماجه مع اللعيبه بس الموضوع اما خد الفتره الاخرانيه تطورات فاعتقد انا حاسس من جوايا ان الموضوع مسيطر عليه شويه واخد حيز من تفكيره قوي قوي. اعتقد الموضوع دوت اما يتحل وان شاء الله يتحل باي طريقه ان شاء الله يتحل بطريقه كويسه وبطريقه وديه ما بين كل الاطراف اعتقد ان الموضوع دوت هيفرق جامد قوي مع جده يعني ويفرق طبعا بالتالي مع النادي الاهلي. طبعا بخبرتك يا بركات وانت عارف كل معطيات الحكايه دي انا بحب دايما هنا اقترح حلول يعني من وجهه نظرك الحل يبقى شكله ايه من وجهه نظرك انت؟ برضو يعني بص انا يعني برضو السؤال صعب بخبرتك السؤال صعب يعني احنا عامه يعني الوضع الطبيعي مثلا انت ما بتيجي مثلا بتتكلم مع لعيب ولا بتسال لعيب مثلا انت بتبقى محتاج انت بتلعب في نادي زي نادي الاتحاد حصل مشكله كبيره في لعيبه بتقول لك انا بفضل الاهلي وفي لعيبه بيجي يقول لك انا بفضل نادي الزمالك وكان من لعيب ساب الزمالك وجه الاهلي وكان من لعيب ساب الاهلي وجه الزمالك ففي الاول وفي الاخر بدل يعني احنا ما بندورش على المشاكل احنا بندور على ايه ان الامور تبقى ماشيه كويسه الامور لما بتبقى ماشيه كويسه انت بتيجي بتسال لاب انت عايز الاهلي ولا عايز الزمالك كويس اللعيب بيجي يقول بكل احترام بيقول لك يا جماعه انا نفسي العب في النادي الاهلي خلاص سيبوا اللعيب يلعب في النادي الاهلي حتى لو مضى حتى ما هو المشكله بسبب الامضاء احنا الامضاء ديت بقى يقول لك لا ده ماضي قبل لا ده ماضي بعد لا ده ماضي ما اعرفش ايه لا ده ماضي ايه بندخل نفسنا طبعا في متاهات طبعا انا ما اعرفش طبعا الحقيقه فين لان ناس كتير قوي ما تعرفش الحقيقه فين وانا واحد منهم فعلا يعني انا واحد من الناس انا ما اعرفش الحقيقه فين نادي الزمالك بيقول لي حق والنادي الاهلي بيقول احنا تمام وكل حاجه تمام والاتحاد خلص الموضوع الاهلي مش طرف يعني فيعني الموضوع كلامه كتير والكلام في بقى خلاص في جرايد وفي تلفزيونات فاحنا كل فتره زي ما انت بتقول يا كابتن بيطلع لنا موضوع احنا في غنى عن الكلام ده كله يعني طب عايز ابسط لك الموضوع كده في كلمتين يا بركات عشان حابب اسمع حكم منك انت هو مضى للزمالك خلاص وبعدين بعد كده مضى للاهلي وده مساله مقرره من الاطراف كلها هو هم بيقولوا انه قبض 1,200,000 هو بيقول ما قبضتش وانا ما اقدرش ادي حكم في المساله دي اكيد لكن الناس كلها اللي سمعانا اكيد عارفين اذا كان هو قبض او لا.
دي المعطيات اللي في ايديك انت دلوقتي راجل حكم. يعني هو مضى للزمالك الاول, مضى للزمالك الاول بكامل ارادته, وبعدين راح عندك في الاهلي ومضى بكامل ارادته. اذا هو مضى هنا ومضى هنا, هل تتصور بره الفلوس ان الحل الوحيد او الامثل انه الزمالك يقول له خلاص جود لك ويلعب, ولا مفترض بعد ما يعتزل يبقى في قيمه ماليه معينه تدفع تعويضا لنادي الزمالك اللي هو الراجل راح لهم لغايه عندهم ومضى عقود؟ والله يا كابتن مدحت, بص انا راجل, انا مش بتاع لوايح. لا احساسك دي قعده عرب. لا ما هو مش قعده عرب, قعده عرب. لا انا راجل, انا ما بفهمش في اللوايح, بره اللوايح. انا راجل دلوقتي ايه, انا راجل بلعب كوره, لعيب كوره. فانا لعيب كوره, انا بالنسبه لي يعني انا كوضع, انا يعني كلاعب مش هحط نفسي في موقف زي ده. برافو عليك, انت يعني عمرك ما عملت دي. ولا اعملها في يوم من الايام, ولا عمرك تعمل. انا راجل مثلا, انا دلوقتي بلعب في النادي الاهلي, يوم ما احب امشي من النادي الاهلي هبلغ الناس في النادي الاهلي يا جماعه انا ايه, انا حابب ان انا امشي, انا رايح الحته الفلانيه, هروح الحته الفلانيه وخلاص. وافق وما وافقوش خلاص. مش يعني ايه, مش يعني ومن النوع اللي بفكر كويس, يعني انا مثلا مش ممكن مثلا ان انا اتسرع فامضي في حته وبعد كده احس ان يعني فكحكم ليا. لا انت مش هتلاقي عندي حكم. اوكي ما عندكش, انت محرج, انت محرج. طب قول لي بقى في رمضان انت طقوسك ايه, يعني لما بتروح بيقول ايوه كده بقى. خلينا ده الكلام اللي هنعرف نتكلمه بقى. مش تقول لي جده مش جده. جده ايه بعد شويه. هقول لك حاجه لذيذه جدا, هقول لك حاجه بس بعد شويه. قول لي طقوسك ايه في رمضان. اقول لك طقوسي. انا عامه الصبح ما بيبقاش ورايا حاجه, فانا الصبح يعني تصحى. بصحى كام ده, انا ببقى صاحي عشان اصلي الظهر. اوكي. وبعد كده بنام. وبعد كده اصحى واقع على العصر. اصلي العصر. بس ما نامش بقى. حلو. افتح المصحف. فعلا. لا فعلا. الله ينور. لا ده انا مجرم. الله ينور. واقعد اقرا قران ما شاء الله على قد ما اقدر. حلو. واقرا لوحدك. لحد ما الاقي عيني زغللت بقى. يجي لك. لا ما حدش يخش عليا خالص. احنا في صيام. خلوه. امال ايه. افضل اقرا لحد ما الاقي نفسي خلاص لوشت. لوشت. مش شايف. مش شايف بقى. اقعد بقى يعني اعمل ايه بقى, اقعد بقى ايه, اغلس على ادهم ابني شويه. على البيت. ادهم 8 سنين. حلو. مرام 10 سنين. جميل. اغلس على دي. الواد الصغير في واحد ثالث عندنا سنه اسمه فارس. ده جن ده. ده برضو بس ده بقى سائل قوي, رخم قوي. على طول زن وعلى طول بقى بيدعبس وكل حاجه يمسكها وكل. فاقعد بقى اغلس عليهم وارخم عليهم لحد ما المغرب يأذن. طيب بعد المغرب يعني لا تبتدي قله الادب بقى. خلاص. قله الادب تشتغل. طبعا احنا صبرنا كتير. طبعا ما الواحد ايه, ده الواحد ما بينزلش كمان بالبيت عشان ما يقلش ادب. طيب قبل ما اخش لك في دي, عايز اسالك على الجون, الماتش بتاع طلائع الجيش الاخير ده. جون مين اللي جاب الجون؟ حسام عاشور. قالشه ده, هو قالش يعني ما يعتبرش جون بمعنى. حسام عاشور لسه طازه قاعدين في الاوضه مع بعض. وبعدين انا كنت لسه بساله, بقول له حسام هو انت من ساعه ما جبت جون في الاسماعيلي اسماعيليه من 100 سنه ده, من كام سنه ما اتفرجت ورقص الجون وحطها, يعني هو فاجئنا لما انفرد بمحمد فتحي وعمل كده وقام رقص وقام حاطط. مش حاجاته خالص. لا مش حاجاته خالص. ولا من قريب ولا من بعيد. فقلت له انت ما جبتش حاجه. قال لي لا, قال لي ده نوادر. انا من ساعتها كده, فلما جاب الجون انا كنت اكتر واحد فرحان فعلا. يا حسام يا عاشور مساء الانوار. يا خورشد صباح الفل يا نجم مصر يا ابو على فكره اسم الدلع بتاع خورشد دي بقى حسام خورشد. لو النبي هو يقول لك بقى جت منين خورشد. قول جت منين يا حسام. لا هو اصبح يقول لك بقى, كنت هقول له كلمه واحده. قول يا كتكوت يا خرشود. جونك حلو قوي يا حسام, والله احنا معجبين بالجون ده جدا ما شاء الله عليك يعني. وخلصت بيه 3 نقط يا حسام. لا الحمد لله, ده كرم من عند ربنا والله. وطبعا بقول الحمد لله طبعا على المكسب ده. محتاجين احنا المكسب ده, كان الماتش الاول كنا متعادلين, فكان لازم المكسب بتاع الماتش ده. بقول الحمد لله طبعا في بتاع الزمالك الحمد لله. طبعا الجون ده بهدي, الجون ده طبعا اللي كابتن محمد بركات اللي فوقني في الاوفر. لا شفت كمان التصليح انا مديها لك على الشوط, يعني ما توقفش. انا بقول لك يا حسام شوط واحده. امال انت فاكر ايه يا نجم مصر, ده انت الكبير. فعلا انت قلت له كده وانت بتحطها له ولا مش انت؟ لا انا بديله بقول له شوط. يعني انت بتريح حاله. انا بديله. لا انا ببقي بزعق فيه بقول له شوط. قلت له كده فعلا. وانا بحط له الكره بقول له شوط واحده. بقول له واحده. برافو عليك. يعني وهو حطها, هي مش قويه بس محطوطه بذكاء. محطوطه بفن. ما هو ده اللي مجننا يعني. اولا شوط واحده. ثانيا
فيها فن فيها ركنه ثالثا واللي مأثر في نفسيتنا كلاعيبة كبيرة في النادي الأهلي إن واحد زي حسام عاشور هو اللي كسبنا الثلاثة بونت ودي إحنا مش متعودين عليها. ده دي تصغرنا ما تعلناش. لا تصغرنا جدا. خد الجديد بقى يا كابتن مدحت. أنا قاعد مع مين دلوقتي؟ أنا قاعد مع الشناوي. قاعد مع مين؟ قاعد مع الشناوي. الناس بقى تقول لك إيه إنه يقول أنت مقبض ولا إيه؟ كل شوية. هو بيقول قاعد مع الشناوي الجون. قاعد مع الشناوي الجون دلوقتي بتتفرجوا علينا أنت والشناوي يعني. طب شوف الكرة دي 12 نقلة يا بركات ما لمسهاش فريق الطلائع. 12 نقلة احنا عديناها هنا في الاستوديو. واخد بالك؟ ما تعلق يا بركات. والله بص يا كابتن ادي 1 2 يعني ادي لمسة اهي بكعبه وسيد على طول واحدة طلعت على صدره بيرجع لابو تريكا، ابو تريكا بيحط لي واحدة بوقف بلاقي حسام جاي بديله بقول له واحدة يقوم داخل حاططها في البعيدة. يا لهوي يا لهوي يا كابتن يا نهار ابيض. الله 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 يا نهار ابيض. جون جميل يا حسام ومبروك يا حبيبي ودايما متالق يا حسام. ربنا يخليك يا كابتن مدحت وان شاء الله نكون عند حسن الناس باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي. خلينا كمان نتكلم على الجيل الحلو ده والجيل الاصغر منه كمان شويه. ما احنا لازم نستثمر وجودك اكيد. وبرده نجم جميل وراجع من اصابه ولعب افتكر لعب قد ايه؟ حوالي ثلث ساعه باقينه. اينو كدا. لا اينو ده فاكهه في الفرقه. اينو فاكهه طبعا. اينو مساء الانوار. السلام عليكم. ازيك يا اينو؟ كابتن مدحت ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. وانت طيب. سلم على كابتنك الكابتن بركات. ده حبيبي ده كابتني وحبيبي واخويا وابويا وامي وكل حاجه. ايه فيه يا هلا ازيك يا اينو؟ ازيك كابتن؟ ايه الاخبار؟ كله تمام يا كابتن الحمد لله. نورتنا ونورت الملعب كده. وعودا حميد يا اينو. ربنا يخليك يا كابتن. عارف يعني ايه عودا حميد ولا ما تعرفش؟ يعني الحمد لله على السلام. عيب انا عارفك انا حافظك. قول لي يا اينو النهارده احنا سمعنا ان في جاي لك حاجه في الاتحاد الليبي وانت كان ليك الرغبه والكلام ده صحيح؟ والله فعلا يا كابتن يمكن الناس كلموني من يومين وانا كلمت الكابتن هادي وقلت له يا كابتن العرض هيجي في خلال يومين والعرض النهارده وصل الساعه 3 الظهر. انا حتى ما عرفتش والله اللي هو جه رسمي الا بعد التمرين يعني كان في صحفيين وناس واقفين هم اللي قالوا لي يعني. وبعدين عرفت وانا جاي بقى في العربيه الكابتن حسام رفض. الناس دول كلموني تاني صحفيين قالوا لي احنا لسه شايفين الكابتن حسام طالع من التمرين وسالناه على العرض قال فعلا الكابتن هادي خشبه بلغني بس انا مش هسيب اينو واينو عندي من الناس الاساسيه ومن الناس اللي في دماغي والسنه طويله واحنا مش هنسيبه يعني احنا متمسكين بيه. لكن هل فعلا انت قلت ان انت تتمنى تروح الاعاره دي يا اينو؟ والله يا كابتن انت عارف حضرتك يعني اي حد بيتمنى اللي هو ياخد فكره الاحتراف وهي كانت سنه بس على الاعاره وانا على المستوى الشخصي انا ما بحبش الغربه خالص يا كابتن وانا سعيد بوجودي في النادي الاهلي ومبسوط جدا اللي انا بتعامل مع كوكبه من النجوم وجهاز فني محترم بقياده الكابتن حسام طبعا. بس انت عارف يا كابتن القصه لما لقيت اللي انا بس يعني ايه العدد كبير شويه انت عارف حضرتك السنه دي في زحمه شويه في خط النص وحسيت ان انا ممكن يعني فرصه اللعب عشان لسه راجع كمان من اصابه فحسيت ان هي ممكن تبقى الامور بس صعبه عليا شويه لكن بعد يعني كابتن حسام بيعمله معايا انا بشكره جدا طبعا واداني الفرصه امبارح وكده وخصوصا الكلام اللي انا عرفته النهارده اللي كابتن حسام متمسك بيا ومش موافق على العرض فانا سعيد جدا بالكلام ده واتمنى بقى ان شاء الله الفتره الجايه اركز زي ما انا مركز كده الحمد لله في الفرقه واكون ليا دور ان شاء الله الفتره ان شاء الله. بالتوفيق يا حبيبي. بالتوفيق يا معتز. شكرا يا كابتن. اشكرك حبيبي. شكرا جزيلا. يعني بمناسبه الزحمه دي يعني النهارده طبعا قلب الملعب عندكم ما شاء الله احنا عدينا امبارح افتكر عدينا 5 أو 6 تيجي نعد مع بعض كده. لا كتير الديفندر يعني عندك حسام غالي حسام عاشور احمد حسن محمد شوقي معتز اينو شهاب ست ست عندك ست ديفندر بيلعبوا منهم اثنين تعال روح بقى على الاطراف اطراف زحمه ده انت موقفك مهدد جدا الفتره الجايه ها خد الاطراف عندك جدو عندك بركات عندك ابو تريكه عندك احمد شكري عندك عفروتو احيانا احمد حسن نحطه برضو معاكم بالظبط احمد فتحي ولا احمد فتحي هتحطه في القلب؟ لا احمد فتحي بقى حطه بقى سابع. مش عايزين بقى كابتن مش عايزين زحمه حطه بقى باك رايت او حطه ديفندر في ماشي او ديفندر يبقى 7 دي كده 6 عبد الحميد شبان ادي 7 السبعه دول مطلوب منهم 3 طيب وايه المشكله في كده؟ طب ما انت شايف ده مش مشكله ما نحط بركات واي 2 معاهم ونخلص كده او خلاص
وده اكيد دي اكيد. والغريبه انه راس الحربه بقى عندكم يعني ممكن يكون في